الإمام المهدي يطلع بأبي هو وأمي، يتوجه إلى كربلاء، يقف صلوات الله عليه ينادي: يا أهل العالم، يا أهل العالم، أنا المهدي المنتظر، يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا فابكوه، سحقوه عريانا فاندبوه. شوف هذا النداء، يساوي تعزية، تعزية راقية. نعم نعم، سحقوه عريانا فاندبوه، يقول أحد الأكابر، ثم يتوجه إلى ضريح أبي عبد الله، يقف على شفير ضريح الحسين، شفير قبره، ينادي: السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله. يأذن الله للحسين، يرد عليه الجواب، يقول: وعليك السلام ولدي مهدي. يكشف الابن ويمد يداه إلى ضريح جدي الحسين، ويخرج شيئا يدمي الفؤاد ويجرح القلوب. ماذا يخرج؟ اسمع يا مؤمن، يخرج عبد الله مذبوحا من الوريد إلى الوريد. أيوة سيده ومظلومه وعبد الله، ينادي: يا ناس، ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد؟ السائل يسأل: ليش يشيل من عند قبر الحسين، من نفس القبر؟ يقولون: لأن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، لما أتى لدفن أبيه الحسين يوم 13 من محرم، هو اللي عاد من الكوفة إلى كربلاء ووارى الجثث الزواكي. يقول: لما وصلت إلى جسد أبي الحسين، سمعت صوتا يخرج من نحر والدي، يقول: بني علي، وسد رضيعي على صدري. يقول: يا ابني، دم الوريد مخضب، فاطلب رضيعي.